بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا النهاردة المحاضرة رقم 7 Traditional Plants Medicine as a Source of New Drugs. لو بصينا على Sources of Drugs ممكن تكون Plant Origin أو Plant Kingdom، ممكن تكون الانيمال كينجدوم او الانيمال سورس، ممكن تبقى الميكروبيال سورس المايكرو اورجانيزم زي ما بتدينا الانتي بايوتيك، ممكن يبقى المارين وورلد عندنا حاجات كتير في البحر بيطلع منها مارين دراجز، عندي الفينومز والتوكسينز حاجات زي سم التعبان زي العقارب وما شابه. الكلام ده ممكن نكتشفه او نعرفه عن طريق البايو اسي جايدد فراكشنيشن. يبقى ازاي بنكتشف الدراجز، ازاي بنطلع الدراجز سواء من مصدر نباتي او مصدر حيواني او مصدر ميكروبي ايا كان. باختصار المحاضرة دي تقريبا اوفر فيو، نظرة عامة على طريقة اكتشاف الدراج، ازاي اوصل لدراج. هي محاضرة يعني بتبين لنا ايه اللي بيجرى في البحث العلمي عشان نوصل لدواء، عشان نوصل لدواء الطريق ازاي. فبنسمي الكلام ده النهاردة ناو دايز اصبح اسمها بايو اسي جايدد فراكشنيشن ميثود، ان انا بعمل فراكشنيشن لخلاصة النبات او الخلاصة اللي جايالي كرود، بعمل لها فراكشنيشن بجزأها بقسمها عن طريق اللي بيساعدني فيها الجايد فيها ان انا بعمل بايو اسي في كل خطوة، كل خطوة اعمل بايو اسي واشوف الفاعلية لهذا الجزء واشوف بعد كده الجزء اللي بعديه. هنشوف دلوقتي الناتشرال برودوكس ديسكفري، ممكن اسمي المحاضرة دي ناتشرال برودوكس دراج ديسكفري. فطبعا الكلام ده بنقول عندي تو ways of drug discovery، ازاي نعمل دراج ديسكفري. كان في تراديشنال واي، طريقه تقليديه، والطريقه الحديثه مودرن بروسيس او مودرن واي. The traditional way، الطريقه التقليديه، is more academic method، طريقه اكاديميه of drug discovery from natural products. ازاي بتحصل؟ بيقول الدراج تارجتس، الدراج تارجتس are exposed to crude extract. الدراج تارجتس، ايه الدراج تارجتس؟ يعني ايه الدراج تارجتس؟ دراج تارجتس يعني الحاجة اللي هعمل فيها، اللي ههدف عليها، اللي هضربها، اللي هعملها، اللي انا بدور عليها. غالبا الدراج تارجت، الدراج بيعمل تهديف على حاجة معينة في الجسم، يبقى عبارة عن مولكيولز اللي جوه الجسم، ممكن يكون انزيم، ممكن يكون اي حاجة بروتين مولكيول، اي حاجة في الجسم الدراج هيتفاعل معاها، يبقى يعمل لها تارجتينج، يعمل الدراج يعمل لها تارجتينج عشان يعمل لها موديفيكيشن في الفيزيولوجي بتاعتها عشان تبدأ تعالج. يبقى الدراج تارجتست ار اكسبوز التارجتس، يبقى زي جزيئات البروتين اللي في الجسم، زي الانزيمز اللي في الجسم اكسبوزد تو كرود اكستراكت. ندي للمريض كرود اكستراكت او للانيمال كرود اكستراكت، او تتعمل ان فيفو في المعامل على اورجانس او على اي حاجه بالكرود اكستراكس. اند ان ذا كيس اوف هيت، لما نبقى نشوف هيت، هيت يعني حاجه any evidence of activity،
يبقى كلمة هيت اللي جمعها هيتس any evidence of activity. لو شفت أي فاعلية صغيرة نبدأ المرحلة التانية. يبقى المرحلة الأولانية بعد كده المرحلة التانية the extract is fractionated. نبدأ إيه يجزأ هذه الخلاصة and the active compound are isolated. يطلع يفصل المركبات الموجودة مش بس كده يتعرف عليها بالكيمياء طبعا يحللها نعمل complete analysis عشان نعرف الاستراكشر بتاعها وبالحالة دي وصلت أنا للدرج يبقى عملت له identification يبقى أنا عملت bioassay وفي عندي evidence في للاكتيفيتي او هيتس بدلت اعمل لها فراكشنيشن وفي اثناء هذه الفراكشنيشن ممكن اعمل برضو نعمل لها تارجتنج لبرضو للفراكشنز اللي طالعه من الاكستراكت اند ذا كومباوند از ايزوليتد. نفصل المركبات ونبدا نتعرف عليها ويبقى كده وصلنا للنهايه. فبنقول every step of fractionation, every step of fractionation and isolation is usually guided by bioassay. يبقى النمط الكلام ده على يعني ايه اللي بيحصل في خطوة واحدة مثلا. بعد كده كل خطوة في الفراكشنيشن every step of fractionation usually طبعا عشان نعمل isolation fractionation و isolation usually guided by bioassay guided process is called bioassay guided fractionation. لو انا بعمل antimicrobial assay او بعمل يعني بكتشف بدور على antimicrobial drug بجيب الخلاصة واخد جزء منها واعمل targeting هنا بزرع ميكروب مزرع ميكروب يبقى التارجت بتاعي هنا هو الميكروب التارجت هنا الميكروب وبحط انا بعمل مزرعه وبعد كده بحط الخلاصه بتاعتي على الميكروب واشوف الانهيبيشن زون زي ما خدنا في الميكروبيولوجي. في انهيبيشن زون يبقى الجزء ده اكتيف، ما فيش انهيبيشن زون يبقى الفراكشن ده مش اكتيف اند سو اون. يبقى دي الطرق اللي هي traditional way. The following scheme اللي هنشوفه في الصفحة اللي جاية is an overview of bioassay guided traditional natural product drug discovery process. في schema بتعرض لنا تقريبا الكلام اللي قلناه. Sometimes احيانا بقى محدش بيتابع الكلام ده straightforward natural product isolation. اجيب الخلاصة احيانا الطريقة الاقدم خالص كنا نجيب الخلاصة وانا اشتغلت بالطريقة دي زمان sometimes اجيب straightforward natural product isolation. اجيب الخلاصة واعمل isolation للمركبات اللي فيها irrespective of bioactivity regardless ان انا ما بصيتش للبيواكتيفيتي خالص and also is also applied. هو result in isolation وصلنا ان احنا نفصل المركبات of number of natural products وطبعا نبقى نشتغل بعد كده البايو اسي بتاعتها small amount library compound library بيطلع مركبات ونتعرف عليها والمركبات دي بتبقى suitable for undergoing any bioactivity screening. يبقى طريقه ان انا بفصل مركبات وبعد كده اشوف لها الايه الاكتيفيتي بتاعتها. فطبعا دي طريقه هيجي لك مركبات ما لهاش لازمه هيجي لك مركبات ما لهاش التارجت بتاعتك يعني بتشتغل بختك يا ابو بخيت يعني. فطبعا دي الطريقه قديمه قوي وما بتنتجش ما بتدينيش الاكتيف كومباوند على طول. however the process can be slow شفنا slow inefficient طبعا مش مفيده قد كده and labor intensive بتاخد وقت كتير واستهلاك وقت ملوش لازمه. فزي ما قلنا عندي bioassay guided fractionation
لو عمل الكلام ده وشوف ادي ما فيش عندي انهيبيشن في هذا البليت، الانهيبيشن قليل قوي هنا، الانهيبيشن قليل، ابص هنا الانهيبيشن زون هنا ما شاء الله، الاكتيف كومباوندز هنا زي الفل، شايف المنطقه دي ما فيش عندي مايكروبيال جروس قد كده في هذا البليت، المكان ده اكتر واحد، يعني شايفين حتى التركيزات دي اختلاف تركيزات، نلاقي التركيز اللي هنا عامل اكبر انهيبيشن زون من التركيز اللي هنا، فالبليد ده بيعتبر من الحاجات المثاليه اللي عاطي لي اكتيف او بيقول لي في بايو اكتيفيتي كانتي مايكروبيال ايجنتس. عندي جنرال سكيم للكلام اللي قلناه الاولد ميثود، يبقى عندي السورس اوف بلانت ماتيريال او البلانت ماتيريال اذا كان بلانت اكستراكت او جايه من انيمال سورس او مايكروبيال سورس او من مارين سورس، ايا كان الاكستراكت الانيمال سورس او البلانت سورس، بعمل اكستراكشن، بعمل اكستراكشن وباخد بعمل خلاصه، بركز واعمل خلاصه، يبقى عندي اكستراكت اخد جزء من الاكستراكت واعمل له بايو اساي، اطلع اعمل له بايو اساي هيديني اذا كانت اكتيف ولا لا، يبقى اذا كانت الاكستراكت اكتيف اكمل عليها، مش اكتيف ممكن اسيبها، ماشي تبع نوع الاساي اللي انا بعمله. بعد كده لقيتها اكتيف، لو لقيت الخلاصه اكتيف ابدا اعمل كروماتوجرافي، طبعا الكروماتوجرافي دي دراعي اليمين في الدراج ديسكفري، الكروماتوجرافي ده هو السلاح بتاعنا، الكروماتوجرافي الاله اللي هتفصل لي ولا تديني المركب اللي اقدر اخد بيها المركب افصله عن اخواته وافصله من الحاجات اللي مش نظيفه، يبقى الكروماتوجرافيك ايزوليشن او فراكشنيشن هيطلع لي كروماتوجرافيك فراكشنز، الكروماتوجرافيك فراكشنز دي يبقى دي كان عندي فراكشن واحد اتقسم لخمسه، اقوم عامل لكل واحد بايو اسي، اخد الاكتيف فراكشن منهم او الاكشف او الاكتيف فراكشنز، ممكن اكون دولت خمسه بقى عندي اتنين او عندي واحد فراكشن، اقوم عامل له ايزوليشن وبيوريفيكيشن، اطلع المركبات اللي فيه، اطلع المركبات اللي في هذا الفراكشن الاكتيف، واما في هذه الحاله اما اعمل بايو اسي لهذه المركبات الاول هيطلع لي ياكد لي المركبات الاكتيف، المركبات الاكتيف دي اتعرف عليها بالسبكتروسكوبيك ميثود، اتعرف عليها الاستراكشر بتاعها وايه هي ايه، يبقى دي النهايه عندي، النهايه عندي اتعرفت عليه، او ان انا طريقه تانية الايزوليتد كومباوند قبل ما اعمل لها بايو اسي اعمل لها ايدنتيفيكيشن بالسبكتروسكوبيك ميثودز او تكنيكس، اليو في والاي ار والماس سبيك والان ام ار سواء بروتون او كاربون، هيعرف لي او هنتعرف على المركبات اللي طالعه دي سواء كانت اكتيف ولا مش اكتيف، لان انا عندي اكتيف فراكشن، الاكتيف فراكشن ممكن حته هي اللي اكتيف وحته مش اكتيف، فهو باين ان هو اكتيف، فبالتالي الايزوليتد كومباوند ممكن يبقى عندي اتنين اكتيف وتلاته مش اكتيف، يبقى اقوم ااكد الكلام ده ازاي؟ ان انا اعمل بايو اسي بعد ما اتعرفت عليهم، وبعد كده اتعرف على او اقول اسمي بقى اسمها اسمي الاكتيف، الاكتيف كومباوند من اللي انا اتعرفت عليهم ده، انا اتعرفت على الخمسه اللي من هنا هسميهم بقى او اسمي الاكتيف منهم بعد ما عملت لهم البايو اسي، والطريقتين بيوصلوا لنفس الشيء ما لم يكن الطريق الثاني ده هو المفضل، الطريق الثاني ده اللي هو افصل المركبات من الاكتيف فراكشن واعمل بايو اسي وارجع اطلع الاكتيف كومباوند واعمل له ايدنتيفيكيشن يبقى محدد، ما عنديش حاجه ما عملتهاش ملهاش لازمه. المودرن ميثودز، المودرن ميثودز اوف دراج ديسكفري ابروتش انفولفز هاي تكنولوجي استراتيجي، هاي تكنولوجي استراتيجي، الطريقه دي بتستعمل التقدم في التكنولوجيا ناو دايز وير ابلاينج ا فول اوتوميشن اند روبوتكس، يبقى حاجات كلها اوتوماتيك فول اوتوميشن وبطريقه الروبوت، حاجات بتتحرك لوحدها، حاجات بتتنقل لوحدها، حاجات يعني اوتوميتد وروبوتك بتنقل العينه هي كل حاجه بتعملها هي، هاندردز اوف مولكيولز كان بي سكرينت يوزنج سيفرال اسيز، يبقى مئات المولكيولز
واستعمل سيفرال اسيز مش اسي واحده within a short time في وقت قصير and with very little amount of compound مركبات بسيطه جدا كميه بسيطه مش عايز كميه كبيره من السامبل in order to incorporate natural product in the modern high technology strategy programs in a natural product library عشان اعمل الكلام ده الكلام اللي قلناه ده عشان اعمله انا محتاج natural product library عشان a collection of dereplicated natural products needs to be built يبقى انا محتاجين natural product library to be need to be to be to be rebuilt يبقى عايزينها عشان تبقى موجود عندي مكتبه للناتشورال برودكت الكترونيه طبعا على الكمبيوتر عشان يفحص ويجاوب لي بسرعه ايه هي بتبقى فيها كوليكشن من دي ريبليكيتد ناتشورال برودكت فيه نواتج طبيعيه حصل لها دي ريبليكيشن يعني ايه دي ريبليكيشن it is a process by which one can eliminate re-isolation of same or similar compound from various extract يعني ايه بمعنى ان انا فصلت مركب مثلا الانسوسيانين الفلاني او الفلافونويد الفلاني الكوارستين مثلا فصلته من نبات البصل جيت انا بعمل شغل على خلاصة مثلا التوم او خلاصة الكرافس انا عندي معلومات الكوارستين متخزنة على الجهاز خلاص واتعامل يوم ما عملنا يعني شغل على البصل مثلا عملنا الاسي وعملنا كل حاجة على المعلومات كاملة مكتبة كاملة ومعلومات كاملة عن الكوارستين الموجود في البصل ما يجيش اما اجي اشتغل على الكرافس ولا كده وفي كوارستين يوم يعمله لي تاني لا هو ركنه على جنب ما يبصلوش عشان ما يشغلنيش وما يشغلش نفسه على الفاضي اللي هي دي عمليه دي ريبليكيشن ما يحصلوش ريبليكيشن تاني ما فيش حاجه تتفصل مره تانية يبقى اليميت ذا ري ايزوليشن اوف ذا سيم اور سيميلر ما افصلش الكومباوند تاني وارجع اعرفه تاني وارجع اشوف النتائج دي عندي خلاص يبقى متخزنه على الكمبيوتر والكمبيوتر اللي بيتصرف معاها وبيطلع لي الجديد بس يبقى ده بيطلع لي الجديد في الخلاصه اللي انا عطاها له بس خلاصه فيها 300 مركب ولا 200 مركب بيطلع منهم 100 معروفين قبل كده او اتعملوا قبل كده يعمل لي هو الجديد فيهم بس هو بيحلل ويحلل المركبات وبعد كده يعرف لي مين ما اتعملش ويبدا يشتغل على الجديد فيه عشان كده الامر ده يستلزم a number of hyphenated techniques hyphenated techniques يعني ايه hyphenated techniques عشان تعمل لي عمليه الديريبليكيشن يعني لو عندي ما يبقاش جهاز لازم كل الاجهزه متصله بكمبيوتر كبير زي مثلا ال سي بي دي اي اللي هو ليكويد ال سي اللي هو ليكويد كروماتوجرافي ليكويد كروماتوجرافي زي الكولوم كروماتوجرافي بس طبعا اوتوماتيد ال سي فيه يعني ليكويد كروماتوجرافي اللي بندرسه مع الدكتور محمد اتاتشد بديتكتور في ديتكتور موجود فيه بيعمل ديتكشن للمركب اللي طالع منه على طول اسمه فوتو دايود اري فوتو دايود اري ديتكتور فوتو دايود اري ديتكتور ده خدناه الجهاز ده مفروض يبقى في الكيمياء التحليلية بيقول ان في عندي باختصار كده فكرته بس مش يعني مش شغلنا ده كيمياء تحليليه مش مطلوب مننا ده او انسترومنتيشن لما تيجوا تشتغلوا فيه فمجرد بس عشان ابقى عارف الفوتو دايود اري ال ال سي بي دي اي يعني وضعه ايه عباره عن البي دي اي عباره عن لامبتين الدبليو لامب والديوتيريوم لامب الدبليو لامب اللي هي هالوجين او تنجستون لامب الهالوجين لامب ضوء معين بتاع الهالوجين او تنجستون ولمبة تانية اللي هي ديوتيريوم اللمبتين دول بيطلعوا ضوء هذا الضوء بيعدي في العينة وهي خارجة من ال سي
الليكويد كروماتوجرافي the light the light from the two lamps is merged بيتخلط على بعضيه and shown onto the flow cell بيعدي في الخلية اللي عندي اللي فيها السامبل. بعد كده الضوء اللي طالع، انا عندي ضوء دخل وضوء خرج زي ما خدنا في المايكرو قبل كده، كمية الضوء هنا غير كمية الضوء اللي داخل، نوع الضوء وكمية اللي داخلة غير اللي خارجة. فهنا الضوء اللي خارج بيجي يتحلل على ديفراكشن ويحصل له جراتينج، يعني حاجة زي العدسة، زي العدسة وزي المنشور بتحلل لي الضوء الى الاطياف بتاعته السبعه، الفوتو دايود الري. هنا في الحته دي كده هو ده الفوتو دايود الري، بنقول ان هو ذا لايت انتنستي اللي نازله عليه، الضوء اللي نازل عليه كميه الانتنستي اوف لايت اللي نازله على الفوتو دايود الري ده اهو، كونفرتد انتو الكتريك signals، بتتحول الى electric signals for each wavelength. كل wavelength من هنا بتعمل لي تيار كهربي معين، يوم يترجم بالكمبيوتر وفي الاخر يقول لي الكومباوند ده مواصفاته كذا كذا كذا، زي ما انا اديته وخزنت المعلومات دي سابقا في اللايبراري بتاعته، هيطلع لي اسم المركب بنسبة مثلا 99% او يعني تطابق في المواصفات بتاعته، وبناء عليه يبقى اشوف تعريف المركب بهذه الطريقه. فدي طبعا اول هايفينيتد تكنيك، هايفينيتد تكنيك اللي هم جهازين مرتبطين مع بعض، يبقى ليكويد كروماتوجرافي اتاتشد للفوتو دايود اري. حاجه تانية عندي ال LC-NMR، LC-NMR Liquid Chromatography Attached ل-NMR. Liquid Chromatography اللي هو ايه برضو؟ قلنا كولم Attached، تاني بنعيد ونزيد، Attached لجهاز NMR Liquid Chromatography، كولم كروماتوجرافي. الكولم هنا في الهاي تكنولوجي اللي احنا بنستعمل، مش الكولم من العادي اللي هو الكولم من الازاز، لا ده الكولم له مواصفات تانية، بنحطه في الجهاز اسمه اتش بي ال سي، جهاز هاي بريشر ليكويد كروماتوجرافي اتش بي ال سي. يبقى عندي جهاز اتش بي ال سي سواء في البي دي اري او هنا في ال ال سي ان ام ار، يبقى عندي اتش بي ال سي سيبريشن اللي هو فيه جهاز اتش بي ال سي اهوت واقف عليه اهوت او دارس واقف عليه، وفولود باي كروماتوجرافيك ديتكتور بيطلع منه مركبات مفصوله بتعدي على ديتكتور. الديتكتور ده بيبقى ممكن يبقى يو في لامب، ممكن يبقى بي دي اي زي ما اتكلمنا دلوقتي، ممكن يبقى ريفراكتيف اندكس، الى اخر انواع الديتكتورز اللي برضو ممكن ندرسها في الكيمياء التحليليه بعد كده في الانسترومنتال. بعد كده العينه اللي طالعه فولود باي ان ام ار ديتكشن، بتديني نعملها بتعمل لها تحليل بجهاز الان ام ار، زي ما احنا شايفين ادي المغناطيس الماجنت بتاع جهاز الان ام ار اللي هو ده، بنحط السامبل او السامبل بتعدي في جواه في داخل مجال مغناطيسي عالي، فبتدي لي سيجنالز منها بنعرف المركب اسمه ايه، وبرضه بناء على الداتا اللي متخزنه في الكمبيوتر، لو عندي جهاز كمبيوتر متصل بيه في اللايبرري بيعرف لي المركب على طول من خلال الداتا اللي عدت فيه. يبقى عندي LC بامب في جهاز ال HPLC، عندي بامب ليكويد كروماتوجرافي بامب، وموبايل فيز طبعا بيمشي لي موبايل فيز، ولتكن مثلا ميثانول ميه، اي موبايل فيز مناسبه تبع نوع الكولم. وبعد كده بيعمل انجكشن للسامبل في الكولم، وبتعدي في الليكويد كروماتوجرافي كولم، بيبقى اللي خارج منه اليو في لامب بتعمل له ديتكشن. وبعد كده الجزء اللي بيهمني الان ام ار بروب بياخد الكلام ده العينه ويحللها، وبعد كده
الجزء ده بيرمي على الويست بره، والداتا عندي بتتخزن على الكمبيوتر، بيديني يبقى ال سي ان ام ار، وبيديني الداتا كامله عن المركب اللي انا عايزه بناء على الكلام دوت كله. الحاجه اللي بعد كده لو جيت ابص بصه على، انا عايز ابص بصه على ال ال سي الليكويد كروماتوجرافي، او تالت هيفنيتد تكنيك، تالت هيفنيتد تكنيك ال ال سي ام اس، ليكويد كروماتوجرافي ماس سبكتروميتري او ماس ديتكتور. برضو ال سي اللي هو ليكويد كروماتوجرافي، ليكويد كروماتوجرافي في الحاله دي اتش بي ال سي، جهاز اتش بي سي، هاي برفورمانس ليكويد كروماتوجرافي اتش بي ال سي ديفايس. الديفايس ده هنا يعني صورته احسن شويه عشان نفهمه، وعشان برضو اكننا بنراجع كروماتوجرافي. ببص الاقي عندي ادي السولفنت، الموبايل فيز بتبقى دايما ميكشر من اي وبي، يبقى مثلا عندي ووتر اسيتو نيترايل ووتر، اسيتو نيترايل ووتر او ميثانول ووتر مثلا على سبيل المثال. عندي بامب، كل الجهاز الحته دي تقريبا بامب، مضخه بتسحب من دولت، بيسحب من ستوك هنا السولفنت، وادي المضخه. بعد كده بتيجي في الكلام دهوت، المنطقه ديت بتبقى منطقه حقن السامبل بتاعتي، منطقه حقن السامبل فيه كولم منها اسمه بري كولم. السامبل بتبقى بنقول مالتيبل كومباوند ميكشر، يبقى مالتيبل كومباوند ميكشر للسامبل او الاكستراكت بنحطها في هذا المكان. بنلاقي الكلام ده بيعدي على الكولم الرئيسي، ادي العمود اللي هفصل فيه، هو ده الكولم كروماتوجرافي اللي الجهاز معد. بيبقى كولم تقريبا من معمول ستينلس ستيل، وبتحمل الضغط عند المضخه دي، وظيفتها انها بتضخ ضغط، ضخ بضغط عالي جدا عشان تدفع السولفنت تحت بريشر، يعدي السولفنت في هذا الكولم. السامبل بتاعتي بتتحقن هنا وبتعدي، بتيجي على وش الكولم، وتفضل تمشي في الكولم. طول ما هي ماشيه في الكولم بتفصل، بتتفصل في المكان ده بناء على البولاريتي بتاعه السولفنس اللي انا مختارها هنا، اللي هي تبقى مناسبه ليا عشان تعمل السيباريشن. هيطلع عندي المركبات من هنا واحد ورا التاني، واحد ورا التاني، اول ما ينزل من هنا يخش لي على ال سي ام اس انترفيس، الحته دي كده اللي هو ده الجهاز ده الماس سبكتروميتر. الانترفيس ده هو اللي هو بياخد حته من اللي خارج، جزء من اللي خارج، ويعديها لي على الماس سبكتروميتر. الماس سبكتروميتر بيعمل ايه؟ بيطلع لي كل موليكول الوزن الجزيئي بتاعه قد ايه، الماس بتاعته قد ايه. ده يبقى ده بيقول لي ده وزنه كذا، ويديني الفراجمنتيشن باترن بتاعته، صوره التكسير ازاي بيتكسر، بناء على ازاي بيتكسر ووزنه بيحصل هنا ديتكشن، بنعمل ديتكشن اللي خارج، الحاجات المتكسره اللي طالعه من هنا، وبناء عليها بيطلع لي شارت اسمه ماس سبيكتروم، سبيكتروم ماس سبيكتروم، بيطلع عندي هنا ماس سبيكتروم فيه كل المواصفات، والجهاز على طول بيفحصه ويقارنه باللايبرري اللي عندي، ويقول لي المركب ده 99.9 هو فلان الفلاني، 99.8 هو المركب الفلاني. بناء عليه ممكن اختار واعرف المركب ده مين بالظبط. يبقى ديت ال سي ام اس، ال سي، وانا ما اتدخلتش ولا عملت، يا دوبك ظبطت الجهاز، حقنت السامبل بتاعتي، وخدت النتائج من الكمبيوتر. However, the best results can be obtained from a fully identified pure natural product library, as it provides a scientist with opportunity to handle the lead. لو عندي lead compound على طول القطه واخده بسرعة rapidly for further development، دي هتطلع لي المركبات بسرعة عشان ابدا اطورها. في ايه؟ اعمل توتال اور بارشال سينسيس، اقول للاساتذه في قسم الكيمياء الطبيه والكيمياء الدوائيه، انا عندي مركب انا فصلت 2 مللي جرام، او عندي مركب هو اكتيف بس مش قادر افصل منه كميات كبيره، ممكن تعملوا لي بارشال سينسيس دي، او ان انا ادخله عمليه الفورميليشن، فاكتور عشان يبداوا يدخلوه سوق الدواء. ان فيفو اسي ممكن احوله
الى ان فيفو اساي يجروا التجارب على الانيمالز او يعملوا كلينيكال ترايلز عشان يبدأ يدخل السوق بسرعة. وعندي سمري برضو هنا ل ازاي البروسيدور بتتم زي ما قلنا ديت في الطريقة الحديثة. برضو لو عندي بلانت اكستراكت او اي اكستراكت بنعمل رابيد اكستراكشن، لو عندي بلانت او اي حاجة بنعمل رابيد اكستراكشن بنطلع اكستراكت. رابيد اكستراكشن ممكن مثلا زي سوكسيليت اكستراكشن بروسيس اللي هي كونتينيوس، خلال يومين، خلال يوم، خلال يعني وقت قصير ممكن اطلع خلاصة. بعد كده اعمل دي ريبليكيشن، دي ريبليكيتد اكستراكت، ان انا اعمل كيميكال فينجر برينتينج على الجهاز بتاعي بحيث ان هو هيقول لي مين جديد عندك. طبعا بالال سي بي دي اي والال سي ماس والال سي ان ام ار، هيقول لي عندك 20 مركب جديد. هنعمل رابيد ايزوليشن وبيوريفيكيشن، نستعمل الاتش بي ال سي عشان نطلع المركبات اللي احنا علمناها وعرفناها من الدي ريبليكيشن على ال سي ال سي ام اس او ال سي بي دي اي او ال سي ان ام ار. وبعد كده نبدا نفصل المركبات اللي حصل لها دي ريبليكيشن، ونبدا نعرفها ايدنتيفيكيشن او بالطرق السبكتروسكوبيك ميثودز، اليو في بالاي ار ان ام ار والماس سبيك. والمركبات اللي احنا اتعرفنا عليها ابدا اشوف منها هيتس ايه، الهيتس اللي فيها اعمل جنريشن اوف هيتس، جنريشن اوف هيرش. لو عندي هيتس وحاجه مهمه ابدا اعمل لارج سكيل برودكشن على المركب الاكتيف او المركبات الاكتيف، ابدا اعيد الفصل تاني للارج سكيل برودكشن. انا عايز ماده واحده، انا عايز المادتين دولت اقوم اركز عليهم في الفصل، ما اقعدش افصل كل حاجه واطلع كل حاجه لارج سكيل، واعمل لارج سكيل ايزوليشن ولارج سكيل برودكشن. ممكن عندي في الاخر بنعمل انتري ذا فيرزر ديفلوبمنت في مرحله التطوير النهائي، طبعا بري فورميليشن والفورميليشن، ونعمل الان فيفو ستادي ونعمل الكلينيكال ترايل. الكلام اللي احنا قلنا عليه سابقا يعني هنا متلخص بصوره الاسهم للتوضيح. To continue to exploit natural source for drug candidates، عشان نبدأ عشان نكمل ونوسع اكتشاف natural products ونوسع دائرة natural product as a natural for drug candidate، the focus must be to be exploiting new approach، عشان لازم نوجد طرق جديدة ونوسع الأفق في مجال الناتشورال برودكت دراج ديسكفري. الطرق نفسها، الابروتشز نفسها، these approaches include application of genomics، دخلنا الجينوميك تول في هذا العمل. برضو seeking novel sources of organisms from the environment، بدأوا يدوروا على organisms جديدة عشان يطلعوا منها مركبات جديدة من الناتشورال برودكتس من الانفايرومنت. كل ما يطلع، كل ما ميكروب، احنا عارفين كل ما ميكروب له وسيله ايض وميتابوليزم مختلفه، فطبعا هيبقى فيه مركبات عضويه جديده وحاجات ممكن تبقى هيتس وممكن تبقى نستعملها للدراج تارجتنج من المايكرو اورجانيزم، فيزود الاكتشافات المايكرو اورجانيزم. برضو نيو سي سكريننج تكنولوجي، يشوف طرق جديده لطرق السكريننج، ان انا اعمل مسح للمركبات او في الاجهزه زي ما اكتشفوا ال ال سي ام اس وال ال سي بي دي ار. كل دي تعتبر وسائل عشان او نيو ميثودز عشان توسع لي السكريننج، دايره السكريننج، وتساعدني في يبقى تكنولوجيا جديده تساعدني في الاكتشافات بتاعتي. اند امبروف ذا بروسيس of sample preparation، عملية تحضير العينات نفسها for screening samples، for screening sample. زي مثلا في لو لاحظنا ان في في جهاز ال سي ان ام ار ولا ال سي ماس سبيك
ممكن يسحب، يبقى بالروبوت بتاعه احط له العينات، هو طول الليل يشتغل ويسحب عينه ورا التانيه، يسحب عينه ورا التانيه، ونفس الكلام بيجمع لي في انابيب الاقي في طول الليل، وخلال يوم لو سبت يوم ولا اتنين يجمع لي 1000 فراكشن، كل فراكشن لوحده انابيب صغيره وبطرق اوتوميتد خالص. فطبعا دي كل دي التكنولوجيا دي بتساعدني في عمليه السكريننج كويس، وبتساعدني في ان انا اخد نتائج طيبه. In addition, the recent focus on the senses اللي هي diversity oriented combinatory library based on natural product like compound، يبقى يبداوا يفحصوا ويدوروا في natural product ويبقى فيه مركبات natural product like compound، تبدا الكيمياء تعمل مركبات شبيهه، تعمل senses لمركبات شبيهه بالناتشرال برودكت وتدخلها المكتبه، تعمل كومبايناتوري او كومبايناتشرال لايبراري، يبقى مكتبه فيها كومباينيشن من الناتشرال برودكت والسينثيتك برودكت، يبقى لايبراري فيها المركبات اللي هي ناتشرال برودكت لايك كومباوند شبيهه بها، وفيها الداتا بتاعتها عشان تسهل لي الماموريه وتسهل لي المركبات اقدر اطلعها منها ازاي، واقدر اكتشف الفاعليه ان ممكن ده يشتغل كذا وممكن ده يشتغل كذا بناء على الشكل الفانكشن جروبس وشكل الايه الكيمياء بتاعه المركبات مع بعضها. In an attempt to enhance the productivity، عشان نحسن البرودكتيفيتي اوف سينثيتك كيميكال لايبريز، يبقى عندي سينثيتك كيميكال لايبرري يعتمد عليها، يبقى كيميكال لايبرري تخليقيه يعتمد عليها تخدمني وتساعدني في الناتشرال برودكت لايك كومباوندز. لما يبقى عندي الناتشرال برودكت كومباوند بقى تبقى قريبه من دولت، تساعدني ان انا تقول لي الكلام ده ان انا شفته قبل كده في السينثيتك او السيمي سينثيتك. عندي حاجة لقطة كده للمراجعة، حاجة سريعة كده، عندي natural products اختبروه على الزيبرا فيش، نوع من الأسماك، emerging a model for bioassay guided fractionation، كتوضيح للbioassay guided fractionation of the natural product للdrug discovery for neurological disorder، عشان يعملوا يكتشفوا النيورولوجيكال ديس اوردر استعملوا هذه السمكه، وادي الناتشرال برودكت اللي هيجربوا منه، عملوا له استخلاص، يبقى اول مرحله عملنا استخلاص طلعنا كرود اكستراكت اهوت، ادي اكستراكت او بطريقه اكستراكشن عن طريق السوكسلت او باي طريقه كانت من الاستخلاص، طلعوا لنا خلاصه يبقى كرود اكستراكت، يبقى طلعوا لي هنا خلاصه خام اول حاجه. بعد كده الخلاصه الخام دي ممكن يعملوا لها فراكشنيشن، مرحلة التجزيء، هذه المرحلة بالكولم كروماتوجرافي بمساعدة ال TLC ومساعدة ال HPLC عملوا لنا فراكشنيشن، بقى عندي فراكشنز، هذه الخلاصة الكرود وهذه الخلاصات الصغيرة اللي هي الفراكشنيتد دخلوها على البايو اسي، دخلوها على البايو اسي بتاع الزيبرا فيش. فطبعا فيه نوع من الاسفي اسي انزيم اسي انهيبيشن، يبقى اشتغلوا على انزيمات، تجارب على انزيمات، اشتغلوا على الفيش نفسها، على الفيش نفسها، بحيث ان شافوا البيهيفير بتاعها، شافوا ازاي السمكه بيحصل لها ايه او البيهيفير السلوك بتاعتها على الانزيمات اللي فيها انزيم انهيبيشن، شافوها وسجلوا النتائج دي وبداوا يشوفوا يطلعوا المركبات او الفراكشنز اللي هي اكتف، وبداوا يطلعوا منها الهيتس الاستراكشر، ويبدا يطلعوا الاستراكشر اللي بتاع الهيتس نفسها الاكتف هيتس. فمثلا طلعوا مركب زي ده فلافون اهوت، كيميكال استراكشر اوف ناتشورال برودكت، طالع نتيجه هذه الاكسبيرمنت. بالمناسبه دي الاكسبيرمنت دي مش ما بتجيش في الامتحان ولا حاجه ولا نسال فيها، مجرد بس الفكره ال LC ماس سبيك والBDA والكلام ده كله، بس الفكره يهمني، الفكره تعقيد الاجهزه والكلام ده كله ما احناش هنطالب بيه، لكن في الكورس بتاعنا ده مجرد الفكره بس، وبتساعدني ازاي انها تخدم الموضوع بتاعي، انما مش
اخش في التفاصيل. فصفحه زي دي مثلا مجرد للتوضيح الرؤيه ليس الا. ال LCMS يعني الجهاز اللي عندي هنا ده برضو ال LCMS مش عايز منه غير الفكره بتاعته، كل جزء تقريبا وظيفته هنا. مش هقول لك ارسم لي ولا اعمل لي ولا الكلام ده كله، اوكي؟ ونفس الكلام في البي دي اي، ونفس الكلام في ال NMR. نيجي بعد كده ليه الجهاز هنا الايه، يعني واحده تانية او جهاز تاني او تجربه تانية زي اللي فاتت بتاعه الزبرا فيش. انا عندي هنا بايو اسي جايدد بريباراتيف سيباريشن لانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتوري اوف سي فلافونويد. عندي سي فلافونويد جلايكوزايز دي المركبات بتاعتي، واعمل بايو اسي جايدد سيباريشن، هفصلها. التجربة اللي هشتغل بيها اللي هي انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور، الاي سي انهيبيتور، الاي سي انهيبيتور، زي هيكتشفوا حاجة زي الكابوتريل، ها زي بتاع المرة اللي فاتت، زي الكابوتريل، هيكتشفوا حاجة زي الكابوتريل اللي جاي من الفينوم بتاع الأفعى. فأنا عندي هنا نفس الكلام أهوت، هيعملوا نفس الأسي من نبات معين، مانيش عايز اسم النبات، ما يهمنيش، هو برضو الكلام ده كله جاست اوفر فيو، مانيش هسال فيه الكلام ده كله، لكن انا عايزه بس نشوف العلم بيعملوا ايه وبيفصلوا ازاي ويشتغلوا ازاي. باي انا عندي التكنيك الجديد هنا ريسايكلينج كومبلكسيشن هاي سبيد كاونتر كارنت كروماتوجرافي، نوع من الكروماتوجرافي اسمه كاونتر كارنت، افتكر يمكن الدكتور محمد يقوله لكم. هاي سبيد سريع جدا، كاونتر كارنت كروماتوجرافي ده زي سولفنت سولفنت اكستراكشن، بيشتغل بنفس الفكره سولفنت سولفنت اكستراكشن. بنشوف ان عندي موبايل فيز وبتعدي في وكرود اكستراكت، وكرود اكستراكت بيدخل الكرود اكستراكت في في المكان ده اهوت، بيحقنها هنا او بيحطها هنا، بتخش هنا او بتدخل، ادي الجهاز بتاعي اللي هو الهاي سبيد كاونتر كارنت كروماتوجرافي. ده زي ما احنا شايفين المربع ده هو الجهاز، رسم كروكي ليه. المادة بتاعتي او الخلاصة بتاعتي بتدخل هنا، بتدخل في الجهاز، بتتفصص، بيحصل بارشل اكستراكشن، بارشل اكستراكشن لحتى ما يطلع مركبات بيور من المكان ده. جزء منها بيخش على البايو اسي، وجزء منها بيتفصل في انابيب زي ما قلنا اوتوميتد سيستم، بيطلع لي فراكشنز فراكشن، انابيب 10 مللي، انابيب 5 مللي، نلاقي هنا 1000 انبوبه، مش عارف 50 انبوبه، زي ما انا عايز بقى. يبقى في نفس الوقت الفراكشن اللي بيعدي هنا بيتحلل، اول ما بيدخل هنا بيتحلل في 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 البايو اسي هنا، البايو اسي، وبيطلع لي هنا بديتكتور في هذا المكان، ادي الفراكشن الاولاني وادي البايو اسي بتاعته، الفراكشن الثاني والبايو اسي بتاعته، الفراكشن اللي بعديه هنا من هنا طالع هنا، ده بيعمل لي كده وده بيكمل لي القصه. يبقى عندي ادي الاكتيفيتي وادي الموقع بتاعي، بحيث ان انا اعلى اكتيفيتي اهي واعلى اكتيفيتي اهي، ادي الفراكشن الاكتيف اجمعه اهو، اجمع الانابيب اللي هي في هذا الراك او في المكان ده هوت، اللي هي تقابل مثلا الراك الاولاني والتاني مثلا، او ما اجمعهم على بعض اهو، وبعد كده الانابيب اللي بعدها الراك اللي هنا مثلا اللي هو ده، اللي هو اجمعه على بعض. يبقى عندي ده اكتيف فراكشن وده اكتيف فراكشن، ممكن ادخلهم على الاتش اللي هو الهاي سبيد ريسايكلينج كاونتر كارنت كروماتوجرافي تاني عشان مزيد من التنظيف، مزيد من البيوريفيكيشن، وفي الاخر بيطلع لي المركبات بتاعتي الاكتيف اللي موجوده في هذا المكان. ممكن ده يكون ميكشر وممكن ده يكون ميكشر، وبعد كده اما ادخله هنا في الريسايكلينج في الريسايكلينج اللي هو اتش اس سي سي، اما ادخله هنا تاني يرجع يخرج، بس طبعا اظبطه بطريقه مختلفه عن دي، ممكن يفصص لي الميكشر ده ويعمل لي ايزوليشن للمركبات بتاعتي، واقدر اخدها واشتغل عليها، اكمل عليها الايدنتيفيكيشن او ايا كان المطلوب مني بعد كده. فدي جاست اوفر فيو ايه اللي بيتعمل في البحث العلمي عشان اوصل
بيور كومباوند او دراج. شفتوا الدنيا عامله ازاي عشان اوصل لدراج؟ خطوات طويله، خطوات كبيره، وده لسه البايو اسي. هنتكلم على البايو اسي في الجزء الثاني من المحاضره، ونقول لكم ثانك يو فور ناو. ثانك يو.